من أكبر أنواع الجرذان وأجملها اللي ممكن تشوفها في حياتك، جرذ الخيزران أو البامبورات. طبعا هو مستنكرني الآن وقاعد يحاول أنه يستكشفني. زي ما تشوفون أسنانه جدا خطيرة، لو تفكر أنك تحط أصبعك أو أنك تشيله فأعرف أن هذه غلطة حياتك. أول ما شفته يا شباب ما توقعت حجمه زي كذا، حجمه زي القطط المنزلية. ويوم قريت عنه يقولون الصغار تحتاج 3 شهور عشان تفطم. لا تنسى اللايك والمتابعة.